فإن الإنسان متى غفل عن التوحيد ظن أن الأسباب هي التي تنصره، وغفل عن أن النصر بيد الله جل وعلا، فظن أن الأسلحة أو ظن أن الدول أو ظن أن الأشخاص بيدهم النصر، وغفل عن أن النصر بيد رب العزة والجلال، كما قال تعالى: يؤيد بنصره من يشاء، وكما قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمتى كان الإنسان موحدا علم أن النصر بيد الله، وبالتالي توجه إلى الله يطلب منه النصر، يستنصره على أموره، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر حينما خرج يطلب القافلة التجارية، إلا أن جيش أهل مكة بعتاده وبقدراته وبعدده المضاعف لعدد أهل الإسلام قد واجههم، فحينئذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه مستنصرا له، طالبا غوثه وطالبا النصر من عنده جل وعلا، فنصره الله سبحانه وتعالى، فكان نصرا مؤزرا في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم نصر الله أهل الإسلام.